يا هلا مرحبا بالجميع وكل عام وأنتم بخير. من هنا من هايبر التوفير الشامل نبدأ هذه الليلة الجميلة مع ضيفنا الرائع الجميل ابن هالمنطقة المتواصل دائما في كل المجالات الأستاذ وائل الخواجي هو ضيفنا لهذه الليلة ضمن ضيوف الشرف عبر قناة أطفال ومواهب عبر برنامج ليالي التوفير يوميا توزيع العديد من القسائم الشرائية وأيضا هدايا الذهب من عقد الأناقة. في البداية نشوف وائل أعطينا كلمة للجمهور المتابعين الآن اللي يتابعونا في التلفزيون أو في اليوتيوب أو في الفيسبوك. يلا بسم الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا اليوم بتواجدي مع قناة أطفال مواهب، أبارك لكل الناس الموجودة خلف الشاشات، أيضا أبارك للناس المتواجدين في السوق. أنا إبراهيم أقول هنيانا في تواجدنا معك اليوم، أنت عارف أنت إنسان عزيز وغالي وصرحت فيها قبل الهوى أنه أنا أكثر من برامج التك شو اللي هي أمام الجمهور رفضا، ولكن أنت رجل لك فضل علي عظيم. يشهد الله في أحد القنوات الكبيرة كانت عرض عليها موسم العيد الماضي أني أكون ضيف، ولكن أنا أتجنب دائما أكتفي بأعمالي في التلفزيون وبرامج التلفزيونية للظهور أحيانا يقولون في مكان غير جيد يقل من قيمة المؤثر أو الفنان، لكن أنا وتواجدي في قناة أطفال مواهب وراها سر عظيم. أنا أذكر أني كنت طالب في أولى ثانوي في منطقة جازان، وكان أحد مذيعين قناة أطفال مواهب من هالقناة طلع وائل خواجي وانطلقت برامج، وأذكر أنه إبراهيم أبو جبل مد اليد العون في أول عقد لي كان مع الكوميدي كلوب في جدة وقال لي روح يا وائل وأنا هخلي برامجك جمعة وسبت، وهذا فضل لك بعد الله عز وجل، ومنها انطلق وائل. ولكني لو أكون ضيف عليك وأنا شايب ما أرد الجميل، ومبروك على اللي بالي بالك هناك. إذن ما زلنا متواصلين في هذا البث الجميل الرائع، عندنا قسائم شرائية العديد من القسائم في هيبر التوفير الشامل في صبية، طبعا طريق الضبية مقابل النقل الجماعي. لسه اليوم هو أول يوم، عندنا العديد من ضيوف الشرف، غدا صديقك وحبيبك أبو هاشم. سعيد جدا والله، بكرة حيكون إن شاء الله معنا. خلينا نتعرف على الرائع والأمورتين الرائعتين أبناء وائل. يلا وائل عندك أنت تحاور معهم. طيب. يلا أنا حعرفكم على أولادي. أول شيء أنا أقول الحمد لله، الله من علي بهالأطفال هدايا من الله عز وجل، وأنا كأول ظهور لهم إعلامي أنا فخور جدا إني أشوفهم معايا، وإن شاء الله يكونون بناء يعني هالوطن ومستقبل قادم إن شاء الله، وهي رؤية ولي العهد سيدي محمد بن سلمان في جعل أبناء هالوطن هم القادة المستقبليين للوطن العربي. أول شيء بعرفكم على ولدي العسل، أصغر واحد طبعا بعده غيث، لكن هو قبل هو كرزمة البيت وحلاوة البيت. يبغى يعرفون اسمك، اسمك إيش؟ عدي وائل خواجي. يا سلام يا عدي، طبعا الله رزقني بتوأم جميلين، نعم توأم، وطبعا هم أنا أقول بنات البيت، أنا اللي ما خلف بنات ما خلف، فأنا بعرفك على هذا. إيش الكلام هذا؟ ما شاء الله تبارك الله، أحبهم كثير للأمانة، الله الله قريبين لقلبي، خاصة البنات مراهفات، ودائما البنات يكبروا ويرجعون لأبوهم يعني. أكيد أكيد أكيد، البنات أحباب أبوهم بعد أحباب الله يعني. فأول بنت معي اليوم حتعرف عليها ميرا وائل خواجي، ميرا للعسولة. مينا ميرا وهنا؟ طيب اسمعوني، لا حلو أن الناس تدخل علينا وننبسط ونشوف كادر سفري، هذا هو التك شو. طيب أنا حأقول لك الأولاد هذولا جدولهم في رمضان إيش يسووا. يلا نبغى نشوف جدولهم. أيوة. طيب أنا أول شيء عدي، أنت في رمضان إيش تسوي؟ كل لا ارفع صوتك. نسوي سمبوسة وزلابية وشربة. لا إله إلا الله. اسمع الثانية، الثانية إيش هي؟ الثانية سمبوسة وإيش؟ مكرونة وشربة. والثانية الحلويات. أهم شيء عنده العلويات. الحلويات في رمضان. طيب صمت كم يوم؟ يومين. كويس ما شاء الله تبارك الله. أحسن حاجة عندك الحلويات إيش؟ الحلويات كسرة. طيب إيش النوع الحلاوة اللي تحبها؟ أحلى حلويات إيش؟ البسكوت. وإيش؟ والكندر. والكندر. أوه لازم نجيب له كندر من التوفير الشامل. نبغى كندر، علبة كندر. الشوكولاتة إيش؟ الكشلاتة. والكشلاطة. إيش الكشلاطة هذه يا ابني؟ ها؟ الحلويات. ها الكشلاطة يعني
جمعتها كلها. الشوكولاته حاسس مع حسن. اوه هذا ما شاء الله مثلي. لا هذا لو طلع لي مثلك ابو المقدام اموري طيبه. هذا ثاني. طبعا انا بعطي بناتي الميكروفون وتعرف كيف لما تكون الام تربي في البيت يعني. فبنبدا ميرال تعطيكم جدولها في رمضان. يلا بسم الله. تسوي مع جدتك سمبوسة. حلو. وايش الشغل اللي تشتغلي في البيت؟ يعني ايش تساعدي في ايش؟ سمبوسة. ايوه في المطبخ يعني على طول تساعديهم. ما شاء الله حلو جميل. بس اللي دائما تقوم بالبيت وشغل البيت الحين اوصلك لها. يلا يلا قولي في البيت ايش تساعدي في رمضان؟ ايش تساعديهم؟ انا اجيب لهم الحاجه اللي هم يبغونها. الله جميل. يعني انت مسؤوله التجهيزات. ما شاء الله تبارك الله. من يرتب الغرف في البيت؟ انا. ما شاء الله. استاذنك يا وائل سؤال وارجع مع قطعه ذهبيه. تفضلي يا اميره. يلا مع الجمهور الان. قطعة ذهبية من عقد الأناقة كل يوم هنا في التوفير الشامل فرع صبيان وزع من بعد صلاة التراويح إلى تقريبا 11 وشوي. طيب ناخذ أول بنوتين من معنا. تعالوا ثنتين. كله حيشارك وكله حيحصل قسائم. لا ما تقلقون خلاص. أميرة حتسألكم السؤال ونعطي قطعة ذهبية. تمام حاعطيكم قطعه ذهبيه مع قسيمه. القسيمه شويه ونبدا توزيعها بس في الطريق. يلا. ما هو الشهر الذي انزل فيه القران الكريم؟ كذا خليك كذا. ايوه شوف الكاميرا هنا. ما هو الشهر الذي انزل فيه القران الكريم؟ انا بعطيها خيارات. هل هو رمضان ولا رمضان ولا رمضان؟ الله الله. ها يلا رمضان. الله نسمع لها التحية يا كنترول. ايش رايك يا وائل؟ انا قلت رمضان بس ما حد سمعني. اي 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 سؤال ركزوا في السماعات بس انا اعطيكم الاجابه ما يحتاج خيارات. سمعوك الناس كلهم يا وائل. السؤال الثاني خش على السؤال. يلا الثاني. عندنا خلاص تفضلي. يلا يبغى صورة. يلا مع بعض. يلا تعالينا. أيوة عقد الأناقة. امسكي. أيوة مع قسيمة. شو رأيك؟ يلا تعالي تعالي الوحدة اللي عندها أخت. تعالي مع بعض. يلا تعالي يا غرام. طبعا الفقرات كل يوم في هيبر التوفير الشامل بصبية لمدة 7 أيام ابتداء من اليوم السبت إلى الجمعة القادمة متواصلة يوميا. نفس قسائم وذهب وكله. نعم اللي ما جاء اليوم وشاف السناب يجينا بكرة بعده مستمرين يوميا. حاضر كله كله ما تقلقون. السؤال عندك. يلا معنا الآن غرام أبو جبل ونوجه للكاميرا. نوجه للكاميرا هنا. أيوة يلا جاهزة. يلا بسم الله. من هو خاتم الأنبياء؟ من هو خاتم الأنبياء؟ محمد عليه الصلاة والسلام آخر نبي يا جماعة الخير. صلوا على النبي يزيدوا صلاة. محمد عليه الصلاة والسلام. نسمع أقوى تحية. عندها قطعة ذهبية مع قسيمة الشرائية. هنرجع للاستوديو ونعود للجمهور متواصلين. لسه احنا في البدايه حتنبسطوا بالقسائم والذهب اليوم وكل يوم. ونرجع للاستوديو نسمع نشيد. طبعا عندنا اول فريق دخله فريق اميره وحنرجع ان شاء الله مع ايضا بقيه الزهرات. زي ما انت شايف عندنا بث في اليوتيوب والفيسبوك والتلفزيون. هذا اللي ما لهم جوائز حرام. شوفوا نبغى جوائز من بكره. حلو. من لا 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 عادي من اليوم خلاص اليوم المنتسبين اللي يكتبوا. أيوه. هذه طبعا اقتراح وائل تكون اسئله للمنتسبين. حلو نعرض الفزوره يا حبايبنا في الكنترول. نعرض الفزوره واللي يجاوبوا اول في الكنترول يا وائل هذه لعيونك. طيب خلاص. ذهب مع قسائم. ذهب. نعم من بابا من يبغى ذهب؟ ها لا هذا لا هذا لضيافتهم
ذهب ذهب اي شوفوا الذهب والكندر ها جاهزه كندر ايوه كندر كرتون كبير وتطلع تشتري على كيفك عندنا لك قسائم من هايبر عفوا شكرا 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 خلاص شكرا خلاص والله عندنا سوى البضاعه حمد لا حمد صديقي يلا إذن يعني مستأنسين معاكم اليوم مع الجميلات ضيوفنا وأيضا نجم جازان الأستاذ وائل خواجي اللي شرفنا اليوم ونورنا فيها الأستوديو الجميل اللي تابعونا الآن في التلفزيون والفيسبوك واليوتيوب نقول لهم بكرة في نفس الزمان والمكان متواصلين كل يوم عندنا ضيف شرف متواصلين لمدة 7 أيام دائما الأسئلة حتكون في الممرات سؤال عبارة عن قطعة ذهبية وقسيمة أو قسيمة مقدمة من هالمكان الجميل اللي مشايفه وائل أول يوم وشايف أنت الحضور ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أنا أقول أستاذ إبراهيم للأمانة شعبيتكم أطفال مواهب طاغية إحنا نشوف في التلفزيون دائما جماهيركم لا حيثما نعطيك سر من أسراري البيت يعني في واحدة من بناتي من عشاق أطفال مواهب لدرجة ما تتخيل الله 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 لازم نجيها البيت هذه الله شوف اللي تضحك هناك هذه من اطفال الله ودائما يعني لا 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 لازم زياره تعزمنا واكيد ان شاء الله تعزمينا ها خلاص يجي كل الزهرات عندك والله يا مرحبا والله لنا الشرف والله يا مرحبا انا بس انا عارف يا استاذ ابراهيم انه لكم محبين على مستوى العالم العربي الله نشكره يعني ابراهيم انا كنت في فتره من الفترات كان عندنا مسرحيه مع الانيق الجميل الفنان حسن البلام وللأمانة كان في أطفال متواجدين وتفاجأت إنهم جماهير لي من قناة أطفال مواهب والله ما هي مجاملة دولة البحرين يعني فهنيئة لكم أيضا عمان لكم هناك الله. شعبية وحتى إلى الآن يراسلونا إلى الآن يراسلونا ترى نعم. العمانيات موجودات معنا الآن في الدردشة كثير يستاهلون. من كل الدول عندنا عمان الكويت أنا أهل عمان جهز لهم إهداء لأنهم كلهم قالوا لنا أنت دائما تروح للكويت وللبحرين وإحنا عمان لا ما سويت لنا شيء بس يعطينا صدى ويبشرون ايش اللي جاب في الكيس دقيقه دقيقه هذه كلها لك ها كلها لك كلها بتعطي مين يلا بتوزع على مين تعطي خواتك واخوانك ولا تبغى لك لحال طيب انا ابا اهدي اهداء لاهل عمان اذا هم يسمعون الان ايه صدى الله يلا اعطوا اعطوا استاذ وائل صدى مخرجنا يلا هندس الصوت إيه لعمامي وصهوري لعمامي وصهوري لعمامي وصهوري كل واحد جنبي يوداني يودانا يوداني يودانا يوداني يودانا يوداني يودانا لعمامي وصهوري لعمامي وصهوري لعمامي وصهوري كل واحد جنبي الله الله يكنترول سمعنا تحية قوية تهلون يا طيب ناخذ ونرجع لك يا يلا تعال تعال هذا أحسن واحد تعال طيب يا هلا من جديد مع سؤال وجواب ايضا مع المتسوقين وقطعه ذهبيه يلا شوي 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 ايوه كل يوم التوزيع كل يوم التوزيع للمتسوقين هنا من هالمكان الجميل الرائع وين أختها؟ تعال عندها تعالي تعال عندها عادي يلا نذكر أننا متواصلين كل يوم في نفس الزمان والمكان والمدة 7 أيام من هنا من التوفير الشامل بصبية هايبر التوفير الشامل بصبية عندنا أسئلة وهدايا وذهب وقسائم ومتواصلين بس تعالوا بدري من بكرة عشان ما شاء الله شايفين الأعداد نتوقع بكرة عدد أكبر حنوزع أرقام من بكرة نختار بالرقم يكون أسرع معنا شوي جاهزة؟ ايش سؤالك نسمع من شدا جريبي من هو الطائر الذي
الذي كلمه النبي سليمان رضي الله عنه. طائر كلمه النبي سليمان رضي الله عنه. الهدهد. يلا الهدهد يا جماعة. أوه الهدهد. كأني أسمع صوت من بعيد قادم. الهدهد. ها؟ الهدهد. يلا الخيارات، هل هو الحمامة ولا الديك ولا الهدهد؟ ديك. عيدي. يلا الهدهد. نسمع لها تحية قوية، تستاهل تستاهل. ذهب مع قسيمة شرائية مقدمة من التوفير. عندنا سؤال، ارسلي لنا زهرة مخرجنا، عطنا لقطة من الموقع الرائع. يلا ناخذ مع مخرجنا جولة في الشاشة عبال نستعد السؤال. تابعنا عن طريق التلفزيون ولا عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب ولا عن طريق التطبيق، احنا لسه في اول يوم، لسه في اول يوم. تعالوا مستمرين الى الجمعة القادم، 7 ايام. إذن جوائزنا غير، القسائم غير، الذهب غير. اليوم في التوفير هيبر التوفير الشامل، صبية طريق الضبية أمام النقل الجماعي، ما زلنا متواصلين معكم. اليوم ضيفنا النجم وائل خواجو، في كل يوم ضيف شرف. جاهزة ناخذ السؤال؟ جاهزة؟ إذن قطعة ذهبية مع قسيمة مقدمة من هيبر التوفير الشامل. عندنا النجمة أريام، يلا عطينا السؤال. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ كم عدد أسماء الله الحسنى؟ دقيقة تبعك هي؟ يلا أعطيها الإجابة. 99. ها شوفي ها كم؟ 99. الله، نسمع لها أقوى تحية. تستاهل تستاهل، ذهب وقسيمة. بلغوا من تحبون، اليوم هو اليوم البداية بس، وهذا العدد من الناس ما شاء الله تبارك الله متواصلين يوميا من هنا من هالمكان الجميل هيبر التوفير الشامل. ناخذ مع مخرجنا لقطات ونعود الى الاستوديو مره اخرى. من بكره اول ايام خلينا نشوف الآن مع الأستاذ وائل اليوم. أستاذ وائل، طبعاً أنا أعرف بس الجمهور في ناس يعرفوا وناس ما يعرفوا، هل الأستاذ وائل له أعمال في رمضان الآن تعرض؟ أيوة أنا أقول لك أنا أعرف بس غيري أكيد يبغى يعرف. اليوم هو عندي برنامج بطولتي طبعاً الحمد لله يا رب، يعرض كل يوم الساعة 7:30 في المغرب لايف، مو مباشر تسجيل، سوى له علوم الأولين. شخصية وائل خواجي هو رجل جيزاني، العمل جيزاني، كل حلقة عنده قصة، مرة تصير قصة عنصرية، مرة يكون فاقد للذاكرة، أيضا عنده مرة مشاكل في التعداد.
هي محاكاة عصرنا الماضي في مسلسل درامي تنجسد فيه شخصية الرجل الجيزاني في عام 1371 إلى 1399. وين يعرض بالضبط؟ في والله إلى الآن هو في 4 منصات تلفزيونية يعني ومنصة إلكترونية، فهو قابل نجاح. أنا شايف الناس الآن حابة في الترند، أمس كان على مستوى الخليج العربي لأننا استخدمنا اللهجة الجيزانية البيضاء، كان ناجح وكان هو متعب للأمانة. كان نطلع نصور من الصباح الساعة 7 تقريبا ما نخلص إلى الساعة 11 في الليل، أنت متخيل أكثر من 14 ساعة. إحنا مرة يا وائل الأستاذ حسن عسير استضافنا أبو مجدلين ونعم أبو نعم استضافنا، كان في عبارة عن نشيد العيد اسمه في أحد مسلسلاته، وكان في آخر اللي هو ليلة العيد صحيح، ومنتشر إلى الآن ويعرضه في التلفزيون السعودي كل ليلة عيد. المهم إحنا استسهلنا الموضوع، نتوقع زي تصويرنا، رحنا بعد الفجر إلى الساعة 10 في الليل وإحنا نصور عشان المقطع هذا. كم مدته؟ 3 دقائق ممكن. انت متخيل انت متخيل احنا نصور تقريبا كم حلقه رمضان؟ فشوف الضغط اللي علينا. اقول لك البنات الزهرات وصلوا لمرحله كان وقت الراحه اعطونا بريك الظهر والله يناموا تحت الطاولات. انا من التعب يعني تعب غير طبيعي. التصوير لا يعني بعضهم يشوف عمل ينتقد صحيح. ما يدري انه العمل وراه كاتب وراه مخرج، ناس تعبوا ناس صوروا ناس منتجوا، فريق عمل كبير ما اكثر يدري. من 70 شخص غير الممثلين. فعلا متعب الاعمال التلفزيونيه، تصويرها جدا جدا متعب. ناخذ جوله في الموقع مع مخرجنا ونعود ايضا مع الزهرات عشان نغير الطاقم الموجود معنا. يلا
عدنا من جديد مرة أخرى في اليوم الأول من هنا. هذه هي البداية، اليوم السبت واليوم الأول، نستمر إلى الجمعة. ليالي التوفير من هنا من هيبر التوفير الشامل بصبية طريق الضبية أمام النقل الجماعي. ضيفنا الألمع والأجمل دائما اللي دائما معنا الأستاذ وائل خواجي، مرة أخرى نرحب بك في البرنامج. أنا الفقرة الجاية أنت اللي حتوزع القسائم في الأسئلة. حسوي سؤال يعني. أيوة يلا تفضل معنا. يلا. أجلس هنا لا تشردوا. ها جايين. يلا. يلا. وائل حيختار ثلاثة أشخاص ويسألهم أسئلة ونوزع عليهم القسائم. كل يوم نوزع القسائم يا وائل. ما هو اليوم بس. أنا كل يوم عندنا ضيف شرف. هيكون أكثر بكثير يعني. يلا. هختار لك أنا اللي ما قد شارك معنا. تفضلوا. يا أهل. تفضل هذا أول ضيف. طيب. هذه الثانية. ايوه عندك سؤالين يا وائل مع قسائم مقدمة من هيبر التوفير الشامل، تمام؟ ولازم يكسبوا صح؟ لازم. اوه لان التوفير الشامل هيبر التوفير الشامل يزعلوا علينا، يقول لا لازم تسعدوا الناس. اسهل سؤال في العالم. بالمناسبة اقسامهم للعيد عندهم عروض، يعني ما هو بس احنا نوزع هدايا، لا انت تدري انهم عندهم عروض للعيد. بدأت الان وعروض وتخفيضات كثير. يتوقع أنهم بس عندهم 5 ريال، لا عندهم 5 ريال وأكثر، حتى ملابس العيد حتى حلويات العيد كل ما يحتاج البيت. أيوة. تحت سقف واحد. عندك محمد. أيوة. من الإدارة. وينه محمد؟ قريب إن شاء الله يسمعنا. يقول الأستاذ إبراهيم والأستاذ وائل تعالوا بس اليوم عربيين عبيها الآن. طيب يلا نأخذ الآن الأسئلة. يلا. وعندنا قسيمتين يا وائل. يلا شوفوا أنا حسألكم سؤال بسيط مرة. شيء يوجد على صفرة رمضان، الصفرة في رمضان إيش تحطوا عليها؟ يلا خلوها براحتهم. لا لا يلا. لا ما في. لا لا هم يعرفوا. تمر صح صفقولا لهنا. يلا هدية مقدمة من قسيمة. يلا هالحلاوة وهالجمال ما شاء الله تبارك الله على هالجمهور. سؤال ثاني. يلا اذكريني تعرفي أطفال مواهب ولا ما تعرفيهم؟ تعرفي فريق أطفال مواهب؟ سلام. يلا إيش اسم الرجال هذا؟ إبراهيم ولا الأستاذ إبراهيم ولا الأستاذ محمد؟ أما لو تغلطي في اسمي إبراهيم. لا مستحيل جايين على شان اسمعنا. تحية قوية. يلا تستاهل. إذن الهدايا كل يوم، لسه اليوم هي البداية أستاذ وائل، كل يوم عندنا ضيف شرف. حي الله الجميع ويلا على الاستوديو وراجعين. يلا يلا اللي أخذ قسائم يقدر يتسوق ويقدر يحصل على الخصومات الرائعة في هالمكان الجميل. لا تزعلوا يقولكم بعد ما نخلص نشيل التوفير ونمشي، يعني جهزوا عربياتكم. أموركم طيبة، دام أبوكم موجود اللي تبغوه حنشتري. يا وائل يقول لك اللي فيها في 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 منتجات من ريالين، تخيل. أنا حشيلها كل إن شاء الله بـ100. حنخلصها. إذا اسمع أنا عندي خطة. بعد ما نخلص نطلع نشيل نعبي لنا عربيتين، تمام؟ والسنابية معانا، أستاذ حنان معانا، ومحمد موجود. ولك مو هو قدام الناس. ها. هم لما قفلوا اللمبات احنا نخلي عيالنا ندسهم في الأبراج. أيوة. ونطلع بعدين عيالنا هم يفتحون. أيوة اتفقنا خلاص. ناخذ على كيف. أنا أصلا هم عاطينا هدايا. إيه. خلاص إذا بلغ الشرطة الله كريم. طيب تفضل كندار من أول تشوفه. تفضل كندار. شكرا. من أول تشوفه. تفضل كندار من أول تشوفه. تفضل كندار من أول تشوفه. يكفي ولا تبغى زيادة؟ زيد زيد زيد. تفضل كندار تبغى زيادة؟ تفضل. ها خلاص؟ خلاص خلاص؟ ولا زود؟ زود. يلا تفضل كندار هذا هدية لك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. خلاص خليه خلاص يلا. طيب عندنا الزهرات معنا ابتهال أبو جبل، ألين أبو جبل، إيلان. طبعا يا وائل شفت العطور حقت ابتهال وإيلان. نعم نعم جربناها في البيت والله تجنن. الله نبغى عطور العيد. عندي ميرا وميرال توأم. ميرا وميرال عطر العيد لا تتعطروا إلا من عطر ابتهال وعطر إيلان. اتفقنا؟ وائل أنا بعطي عطيه تعطر منه. لا أنا عندك. وائل إحنا عندنا الفكرة الجاية لو يعني تكرمت علينا حننتج عطر باسمك. والله في متجر القناة. والله شرف لي. خلاص. والله شرف لي. تم. قولوا تم يا جمهور. لا لا تم. قولوا تم. شوف اللي هناك اللي هناك شوف. هذه اللي قالت تم. أول واحدة لها قسيمة شرائية. أعطيها الآن. لا 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 تبعك. والله. أعطيها. لا لا. استاهل.
وين وين هذه 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 تستاهل نسمع لها تحيه يا كنترول سمعنا فوق. اذا يوم جميل يوم رائع اكيد كان اختيارنا اليوم مناسب اخترنا وائل اي والله العظيم اليوم كان سؤال بس ابو تفضل كم واحده بتشتري قاروره العطر اللي بنزلها باسمي بسرعه عاديكم اللي تبغى تشتري القاروره ترفع يدها كدش ارفع ايوه فوق فوق كل ايوه كل مشاهرين حلو الله الله لا تروحون نسرق المحل صح صراحه يعني دائما اهل صبية وما حولها متحمسين للبرامج عندهم ايضا قدره شرائيه رائعه بصراحه صبية والقرى المجاوره لها ترى لهم فضل علي عظيم في نجاح حتى برامجنا ترى جميل جدا وداعمين وعلى فكره ترى هم اللي رفعوا ترند سلامات وائل خواجي اللي انا توهقت الله الله اوه تذكرت نقطه يا وائل في صوره قبل رمضان انتشرت كانك زي اللي محروق يقولوا ايش هذا ايش قصتها هذا الله يسامحهم يعني هو اصلا كان هو في المسلسل هذا اللي عرض في رمضان فكانت اخر حلقه اقسم بالله يا استاذ ابراهيم اني قبل ما ادخل النار هذه اسال الله السلامه والستر والعافيه الخوف كان ماليني يعني هو تصوير إيه هو تصوير بس في طريقه مختلفه ايوه جميل فاول شيء الله يرضى على الدوله يعني ما قصرت كان موجوده اداره الدفاع المدني ايضا موجوده وزاره الصحه من اطباء الهلال الاحمر كانوا متواجدين انا كاول اكشن لي في حياتي طبعا انا ما ابغى احرق الحلقه هو في الاخير الحلقه وائل احترق بس الله ما يعني الله ينجيه نهايه الحلقه تفتح عين معناته انكتب له عمر جديد جميل جدا فهم لما لبسوني البدله اول شيء يعطوك مرهم زي المرهم الداخلي ولبسوني بدله جاء على بالي انه حتكون نار بسيطه حلو ولما دخلت انسدحت في الارض وهم يولعوا النار لك ان تتخيل ان وائل خواجي جوه نار ارتفاعها 4 متر لا اله الا الله فوق وطبعا هم قالوا لي لا تتحرك لا تتنفس احنا مو عطنا بس 40 ثانيه اكتم نفسك 40 ثانيه لانه لو تنفست كله كربون وحاشيله حانتهي يعني جميل جدا وعسكري ضابط كان موجود اللي هو مدير المركز في الشقيق انا امسي عليه بالخير قال يا جماعه الخير انا حاجي كانوا يقولوا للافراد احنا موجودين قال لهم لا هذا الولد يعني اللي هو طبعا من ابناء مركز الشقيق قال لهم الولد هذا يعني لي كثير جميل واحد منهم يمزح معايا قال لي اذا انت خايف استودع الله نفسك قلت له والله اني استودعت الله عيالي قبل نفسي الله. دخلت 40 ثانيه 40 ثانيه تقريبا انا مشيول في الهواء كيف دخلوا للنار كيف طلعوني بعدين دخلوني الهلال الاحمر اكسجين لمده 3 دقائق ابراهيم الحلقه حتشوفها ما حتصدق انا اللي جالس بجنبك اذا هذا فقط كان حلقه وهذه الحلقه الاخيره هذه القفله ايوه هذه كانت قفلة. حلقه الصوره اللي انتشرت هي كانت مشهد من حلقه نعم صحيح فاصل وارجع لك مع المخرج ياخذ جوله عامه من هالمكان الجميل وناخذ اسئله مع الزهرات ومعنا النجمه ابتهال ابو جبل وحمد ابو جبل يلا اللي فازوا بالقسائم وما اخذوا يجونا الان اثنين اخذوا البقيه فازوا كثير اول وينكم لازم جيب معك الكيس يلا خلاص اللي سالناه اسحب شوي ناخذ غير اللي ما راح ناخذ يعني تكرار من عائله عشان الكل يفرح اسحبوا شوي تعالوا بكر تعال هنا بكر خليك هنا هذا تبعك يلا يلا إذن نختار من الأطفال تعالوا تنتين الأختين تعالوا أيوة وقفوا هنا أيوة وجهك للكاميرا تعالي هنا يا بابا وتعالي بعدين هم سوا
لا لا هذه معاهم. يلا خلاص يلا يستاهلوا يستاهلوا. انت اللي حتجاوبوا. اسمك ايش؟ زهرة. زهرة انت اللي حتجاوبي يا زهرة، اتفقنا؟ واعطيك قسيمة، اتفقنا؟ يلا ابتهال ابو جبل حتسألك السؤال الان. يلا. ما هو الشيء الذي لديه اسنان لكنه لا يعض؟ شيء لديه اسنان ولكنه لا يعض، استخدموه كذا في الشعر. يلا اعطيناك وهذه الهديه، امسك الهديه قبل، قسيمه شرائيه مقدمه من هايبر التوفير الشامل. ايش هو الاجابه؟ ها ايش الاجابه؟ مشط. ايوه حلو، نسمع لها تحيه جمهور، حيوها بقوه. وين تحيتها؟ وين نايمين؟ فوق، تستاهل. الله. ناخذ ضيف اخر شاركتي، تعالي. يلا يلا تعالوا تفضلوا، الف مبروك، تستاهلوا كل خير. يلا اذا خلونا ناخذ جوله وزهره اخرى. الان مخرجنا يورينا بهالمكان الجميل عبر الاخراج، تصوير داخلي وخارجي زي ما تشوفون في الشاشه الان، والمتابعين في التلفزيون ولا اليوتيوب ولا الفيسبوك او تطبيق الايفون. في تطبيق في الايفون تقدر تحمله اسمه قناه اطفال ومواهب، لو حملته على طول تقدر تشوف البث وانت جالس. طيب انا هعطي هديه للعوائل اللي محمله برنامج التطبيق الخاص بالقناه، هعطيها قسيمه شرائيه. يلا اصحاب الايفون، تطبيق اسمه قناه اطفال ومواهب، يلا افتح الجوال. اوه ما هو معها الجوال، اللي محمل التطبيق لازم اشوفه، حملوه. يلا خلال دقيقتين اول شخص يحمل التطبيق هاعطيه قسيمه، حمل التطبيق اعطيه قسيمه. اول شخص يلا نشوف مين. تعالي ما شاء الله تبارك الله. شاي اوه هذه ما هي محمله تطبيق بس، محمله تطبيق القناه ومحمله تطبيق المتجر ايضا الالكتروني تبعنا. ألف مبروك وتستاهلي. يلا تستاهلي ألف مبروك، على تحية يا جمهور. فوق 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 فوق، يومنا جميل. تفضلي عندنا سؤال مع الجمهور. كل يوم تعالوا بدري، كل يوم تعالوا بدري. في ناس اليوم أخرونا شوي بالقسائم، أخرونا لكن يلا مشت. يلا ناخذ السؤال معايا، جاهزة؟ شوي اسحبونا شوي اسحبونا شوي. يلا جاهزين؟ يلا ناخذ سؤال وجواب. هنا تعال حمد اسحب شوي، حمد معاهم كذا. ايوه يلا اعطينا السؤال. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا؟ يكتب ولا يقرا، شيء يكتب ولا يقرا. ها يلا، هل هو القلم؟ لا اله الا الله، القلم. هذه واحده من الجمهور تبغي قسيمه. ها ايش هو؟ القلم. وتحصل على قسيمة مقدمة من هايبر التوفير الشامل. اللي معنا من الجمهور، كل يوم لما تجون عندك آيفون حمل برنامجين، برنامج اسمه قناة أطفال ومواهب، برنامج اسمه متجر قناة أطفال ومواهب. عندك الأندرويب حمل برنامج واحد اسمه متجر قناة أطفال ومواهب، حمله حسحب بعد قليل أيضا. بالمناسبة عندنا السناب الخاص بالمركز، السناب إذا تابعتوا السناب اكتبوا لهم شكرا هايبر التوفير الشامل على برنامج ليالي التوفير، بس اكتبوا الآن، حسحب من السناب بعد شوي. ادخلوا حسابهم اكتبوا شكرا على برنامج هايبر التوفير الشامل. يلا ادخلوا حسابهم. يلا نرجع للاستوديو مرة أخرى. يلا وائل إيش رأيك في سعادة الناس؟ وإيش رأيك في هالمكان الجميل اللي قدم العديد من القسائم
عشان يسعد هالجمهور. انت توقعت اول يوم كذا ما شاء الله؟ والله ما توقعت. صدى صدى خاصة الناس في رمضان الوقت ضيق، مع ذلك جو بدري والله. عائلات مجرد وصلنا وهم منتظرين متى البرنامج، وفي عائلات جت ومشت. بكره حيكون الجمهور اكثر باذن الله تعالى. اليوم انتم فاجاتوهم وكنتم محافظين على امان الموقع. ايوه، لكن احنا هدايانا كل يوم في ازدياد. بالمناسبه هدايانا كل يوم في ازدياد. شكرا عقد الاناقه لتقديم ايضا الذهب للمتسوقين في هيبر التوفير الشامل فرع صبيه طريق الضبية مقابل النقل الجماعي. كل يوم احنا، كل يوم يا وائل، كل يوم بس احنا فرحة وسعادة للناس. احنا خططنا اليوم صح؟ وين ننام؟ لا لا، ما احنا نطلع يا يعني ينامون هنا. ايوه احنا هم يشوفوني يودعونا يصوروا معانا برا. اي حلو، واحنا ننام فوق. شوف انا اقول لك الخطة، الخطة أيوة جاهزة. يلا بابا انت تنام فوق، اوكي؟ اول ما يروحون الناس انت ايش تسوي؟ تفتح لمين الباب؟ انا نفسي. يا سلام، شكرا. الأمور طيبة. الأمور طيبة. خلاص تفتح لنا الباب وندخل نقضي. ميرا ميرا نشتري لعيالنا. ما نشتري نشيل. أنت تقصد؟ لا إحنا نقول كذا عشان. بالحلال. أيوة بالحلال. نشتري. إحنا أصلاً عاطينا قسائم يعني ما يحتاج. ما قصروا. إذا كشفنا. نشيل زيادة. إذا كشفنا نقول أنتم قفلتوا علينا. أيوة كذا الكلام جميل. يلا نأخذ الآن طبعاً ما نبغى نحرم المتابعين اللي فيه عن طريق الآن متابعينا في اليوتيوب، نأخذهم الآن. إيوه. ونعطيهم فزورة ونعطيهم قسائم شراء. يلا يلا يا مخرج عطي المتابعين فزورة سهلة، طلعوها لنا على الشاشة عشان نشوف. يلا نعطيهم الخيارات، بتظهر عندنا الآن في الجوال هنا. نقول بسم الله. السؤال ايش يقول؟ يلا بسم الله مخرجنا. جمهورنا وكل من يشاهد الفزورة، عرفت الحل؟ والآن بإمكانك المشاركة في الإجابة على الفزورة بطريقتين. الطريقة الأولى وهي متابعة سناب قناة أطفال ومواهب وكتابة الإجابة في وسط الفزورة. الآن نأخذ المنتسبين. وائل شوف أول شخص راح يجاوبنا في الشات. الطريق الآن. الطريق يا جماعة خير، انتبهوا للطريق وأنتم تجاوبون. أيوة انتبهوا لإيش؟ للطريق. للطريق هم يجاوبوا. لا حرف الطاء طريق. يا رب يجاوبون صح طريق. نشوف مين أول شخص يجاوب. طبعاً هو الآن شافوا الفزورة، يشوفوها بعدنا بثواني عشان البث المباشر. البث متأخر. أوه شوف شوف شوف. تستاهل. نورة. نورة ألف مبروك. الآن خلاص طلع. وامتنان الفضلي وريم الحارثي ثلاثة فازوا معنا بقسائم، نسمع لهم تحية قوية. نرجع لهم نقول لهم نورة، نورة وكنان، نورة وامتنان الفضلي. امتنان وريم الحارثي. يستاهلون. طيب يستاهلون. اللي موجود من الجمهور هنا. من جازان يكتب جازان. ايوه اللي موجود يكتب جازان رجاءا. واللي هنا في المول. ايوه ايوه المول. عشان بكره الجمهور يحرصوا. مين عندنا هنا؟ ريم الحارثي ايش كاتبه؟ دقيقه يكتب الان. اوه انا من صبيه. نوره. نوره الفائز الاول. حلو دهل. نوره موجوده في الجمهور ترفع يدها. دقيقه نوره تعالي قبل. هذه موجوده. المبروك. تستاهل تستاهل.
الله يطول بعمر جيبك يا ابراهيم. تستاهلون، يلا تستاهلون، نسمع لها تحيه قويه. بكره ايضا انتم عرفتوا الان طريقه المشاركه، عن طريق الحضور، عن طريق البرامج، عن طريق السناب ايضا. احنا قلنا ارسلوا الان، رسلوا، يلا اللي يبغى يرسل اول رساله تجينا، اكتبوا شكرا هيبر التوفير الشامل، رساله واحده، اول شخص نعطيه قسيمه. يلا يلا حناخذ لقاء سريع مع وائل، او شيء يمتعنا وائل الخواجي. صد اعطينا يا كنترول، مهندس صوت تيست، ارسله ما شاء الله. طيب نقول بسم الله، اعطينا الجوال نشوف. دقيقه وائل، خليه في الاخير عشان نسرقه ابراهيم. تمام، نشيل الجوال معنا، الجوال مركز. امل الجوال. امل موجوده، اكتبي لها الف مبروك وخليها تجيك. يلا ما شاء الله في تفاعل في الحساب كبير، يستاهلون. اليوم عندنا المشرفات جونا اللي من جيزان، واللي اخروا القسائم جت متاخره و سوي نفسك ما سمعت، سوي نفسك انك ايوه. شكرا اداره هالمكان الجميل، اليوم اول يوم شايفين ما شاء الله تفاعل الناس. وائل نسمع منك ونرجع. طيب. للفقره او السؤال الاخير لهذه الليله. هذا العمل انا احبه سليمان، اعطيني صدى. هذا العمل انا احبه ابراهيم لانه من ديرتي، من صبية. انا ترى الان انا في ملعبي الان في ديرتي، فهذا طرق صبياني قديم وافتخر فيه طبعا، ومن اجمل واحب العمل لقلبي. بسم الله، يلا صبياني، يلا الله، ولهجتنا حالي وطرقنا حالي. الله الله، يلا تفضل. بسم الله. إيه يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 سقاك يا مطر نهلا في كل وادي وحضاني سلامي يا مايحم كحلا يا سيد علي وخلاني سقاك يا مطر نهلا في كل وادي وحضاني والخل يخشى على خله من كل حاسد وشيطاني يا ابراهيم حوساك من مخاتله وخرجة العصر بالعالي الله الله ومتوفينا الشتوب اجله ومحبر بس صبياني سقاك يا مطر نهلا في كل وادي وحضاني الله. نسمع تحية، نسمع تحية يا جمهور. وصل أيضا طلبات من المتجر وطلب تحايا، وأيضا مبسوطين الجمهور. طبعا عندنا متجر يا وائل، تحية أيوة، يعني لا تبغى تحية؟ يقول اطلبوا من وائل تحية. وصل طلب الآن تحية من غرام أبو جبل، وطلب أربع صور حصرية. طبعا تخيل يا وائل، وأقول لك يمكن ما تصدق، تخيل عندنا عطورات وعندنا شامبو وعندنا، لكن أغلب الطلبات صور. صور، شوف الآن هذه واحدة طالبة من ابتهال أبو جبل ودافعين والله ما شاء الله. أيوة مبلغ. وهذه ديالة أيضا طالبة من أميرة ومن ابتهال أبو جبل. القبول من الله والمحبة من الله. أي والله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لهالجمهور الرائع، جمهور أطفال ومواهب في كل مكان. آخذ سؤال وأرجع لك مع الفقرة. سؤال بسيط. ها؟ سؤال بسيط. بسيط. أقول لك بحاجة أنا موقف شفته وعجبني. أعطينا. في بنت شفتها من ذوي الاحتياجات الخاصة. حلو. كفيفة بصر. جميل. والله شفتها جت على شان اتوقع انها انا ودي اخذت قسيمه. لا ابغى تجي للاستوديو. تكفى ابغى تجي للاستوديو، تامر امر نجيبها. اي والله جيبوها. مخرجنا خذ لنا لقطه عامه. ايوه بالدرون. الله 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 الله، تعالي تعالي تفضل، اجلس عند وائل على طول. يلا تستاهل تستاهل. تتابع اطفال مواهب يعني تحبيهم مره وجايه علشانهم. يلا نسمع لها تحية يا جماعة. نسمع تحية تستاهل. تصوري معهم؟ ما عليك، ما دام قلت والله ما خليك تروح الا انت متصورة ان شاء الله. اهلها موجودين؟ انتبهوا عليها. طيب يلا هناك روحي لماما، بيعطوك هدايا. ابراهيم ابو جبل حيدلعك، دلع الشعب السعودي اليوم كله ابراهيم ما شاء الله. الله يسعدك ويبارك فيك يا غالي يا وائل. نعود هنا للمسابقة ونرجع للاستوديو مرة ثانية. عندنا أمورتين صغيرتين، أنتم معي الآن مسابقة، كل واحدة راح تقول
التوفير الشامل. أطول نفس، اللي حتفوز حاعطيها قسيمة، اتفقنا؟ يلا لا احنا شوية، احنا اخترنا الثنتين، يلا واحد اثنين ثلاثة. توفير الشامل. ممكن نسحب؟ ممكن نسحب؟ شاطر، أنا كل مرة أقول لك اسحب، يلا أعطينا، شوفي أنت مرة بطيئة. يلا واحد، وجهك الكاميرا، يلا واحد اثنين ثلاثة. التوفير الشامل. ها مين يتحداهم؟ تعالي خلاص يلا أعطيهم، واحد اسحب شوي، اثنين ثلاثة. التوفير الشامل. عيدي، واحد اثنين ثلاثة. التوفير الشامل. احنا قلنا أطول نفس، نفس طويل. لا شخص، دقيقة دقيقة شوي شوي، هذا قصة، هذا هنا يسوي كذا. يلا واحد اثنين ثلاثة. التوفير الشامل. سلامات، دقيقة استنى استنى، هذا من فين جاي؟ تعال تعال إبراهيم. استنى استنى، إيش؟ كو. تعال 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 يا بابا، تعال تعال، حلفت لك تيجي تشارك، تعال يا بابا. يلا نبغى أحد، لا نشوف، لا ما شارك. مين 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 مين؟ هذا هذا ما شارك، تعال. يقول أنا أيوة، خلاص ابعدوا ابعدوا عن الكاميرا، هذا البطل. يلا واحد اثنين ثلاثة. تعال. ما في أحد، تعالي. يلا واحد اثنين، اسحب شوي على الكاميرا. يلا توفير الشامل. وينكم؟ شوفوا دقيقة، اسمعوني اسمعوني، طيب اسمعوني كيف أقول التوفير الشامل. زي كذا. طيب نرجع، انا اختار. لا شخص ما شارك، انت لا تسوي كذا وما تعرف. يلا تعالي، هذه لو قالت والله بعطيها ثانيه، يلا تستاهل. يلا توفير الشامل. ها تستاهل، حيوة حيوة حيوة، تستاهل 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 تستاهل. يلا هايبر التوفير الشامل، سمعنا فوق. يلا كلها تخفل، يلا هاي هايبر، هايبر شيء. نسحب كذا آخر مشارك قبل أن نقلع للاستوديو، اسحبوا شوي، اسحبوا شوي، وين بكرة الآن؟ اسحبوا شوي، أيوة أنور تعال هنا، أيوة يلا جميل، اسحب هنا. اسمك أنت إيش؟ أيوة إحنا وين الآن؟ هايبر، تفضل، هذه هدية حلوة من هايبر، تروح تشتري، اتفقنا؟ قل شكرا شكرا، ارفع صوتك، شكرا شكرا، نسمع له تحية قوية، يستاهل. إذن ليلتنا جميلة وعالمنا جميل بكم اليوم في هذا البث الرائع، أوشكنا على النهاية، غدا يوم أجمل ويوم جديد، وأيضا ضيوف معنا جدد. شكرا أستاذ وائل خواجي، نورتنا اليوم أنت وأطفالك الرائعين. عندنا هدايا بسيطة مقدمة من القناة، مقدمة من عقد الأناقة، ومقدمة من المكان الأساسي اللي إحنا فيه الآن، هايبر التوفير الشامل. وأسمع تحية قوية. التميز دربها
إذن لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء غدا يوم أجمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك ونلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.